في خضم الصراع المتصاعد بين حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي، أجرى وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني زيارة لمنطقة الشرق الأوسط اختتمها اليوم في القاهرة. ركزت هذه الزيارة على وقف التصعيد ونزع فتيل الأزمة، فهل تنجح باريس في تجنيب المنطقة مخاطر الحرب الإقليمية؟ هذا ما نتعرف عليه من ضيفنا من باريس دكتور غسان معلوف المحلل السياسي. دكتور، في البداية أرحب بك على شاشة القاهرة الإخبارية. إذن بداية، ماذا حملت في رأيك زيارة وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني لمنطقة الشرق الأوسط؟ مساء الخير. زيارة سيرج سيجورني وزير الخارجية الفرنسي إلى الشرق الأوسط ما هي إلا مساهمة ضمن التنسيق القائم بين فرنسا والولايات المتحدة للحلول دون انفجار الوضع، خصوصا أن فرنسا لها قوة كبيرة داخل اليونيفيل في الجنوب اللبناني من ناحية، ومن ناحية ثانية أن فرنسا لها موقع قدم قديم تاريخي في لبنان ولا تريد أن يغيب كليا في إطار سياسة إقليمية جديدة. إذن ما قد يقدمه ستيفان سيجورني اليوم في جولته اليوم لا أعتقد أنه مختلفا كثيرا عما كان قد عرضه في جولاته السابقة. إذن محاولة أخيرة، ولكن هذه الزيارة دكتور غسان تأتي في توقيت هام جدا وحساس، وتتزامن أيضا مع المفاوضات الجارية الآن ودعم الوسطاء سواء مصر قطر أو الولايات المتحدة لهذه المفاوضات وسيرها. كيف تقرأ مباحثات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني حول سبل إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة وأيضا تداعياته الخطيرة على المنطقة؟ هناك آراء متقاربة جدا فيما يتعلق بقضية الشرق الأوسط بين فرنسا ومصر، وهذا ليس جديدا. لكن المشكلة أن الوضع في المنطقة الآن يمكن أن يكون أكثر تفجيرا مما أي وقت مضى. من هنا الدبلوماسية الأمريكية والفرنسية والمصرية والقطرية مجتمعة لكي تحاول إزالة هذا الخطر الكبير المدمر للمنطقة ككل. لكن المشكلة لا تتعلق بكل هذه المحاولات، المشكلة الأساسية تتعلق بشخص واحد هو اسمه نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية، الذي يقوم بما يريد أن يقوم به بعيدا عن أي ضغوط سواء أمريكية أو فرنسية أو بقية الأطراف. طيب، بالحديث عن الضغوط الفرنسية والأمريكية على بنيامين نتنياهو دكتور غسان، يعني في ظل الجهود الفرنسية الكبيرة لحل الأزمة اللبنانية والتدخل الفرنسي، كيف تصف إذن اعتزام الولايات المتحدة الأمريكية إرسال مزيد من المساعدات العسكرية لإسرائيل
نتيجة التطورات الأخيرة، يعني وكأنه في هذه المرة تقف فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية على ضفتين مختلفتين. هناك أمران مختلفان لا ينبغي الخلط بينهما. مسألة الوجود الإسرائيلي في المنطقة بدعم أمريكي، وبين الوجود الفرنسي الأكثر تواضعاً في لبنان، هناك أمران مختلفان تماماً، ولكن يلتقيان حول قضية السلام الممكن ضمن بعض الإطارات السياسية التي يسعون إليها، ليست موجودة حتى الآن إنما يسعون إليها، يعني إقناع الأطراف المتحاربة بأن تجري تسوية ممكنة للجميع وممكن أن ترضي الجميع، ولكن نحن ما نزال بعيدين جدا جدا عن ذلك. والسبب الوحيد والأساسي هو أن طرفي الصراع الحقيقي في المنطقة هو بين إيران وإسرائيل. إيران تهدد إسرائيل كل يوم بواسطة حزب الله، وإسرائيل لن تقبل مستقبلاً بأن يكون هناك تهديد مباشر لها على حدودها، يعني لبنان، يعني المنطقة الجنوبية من لبنان التي تهيمن على المناطق الإسرائيلية. إيران تريد موقع أساسي تلطوي في المنطقة، وإسرائيل لا يمكن أن تقبل بهذا الدور لأن الخلاف كبير بينهما حول تقاسم النفوذ، والولايات المتحدة التي تضرب مرة على الحافر ومرة على المسمار، أي أنها تضغط من ناحية طيب بعض الأحيان. بالحديث عن الضغط دكتور، يعني زيارة فرنسية وزيارة لوزير الخارجية الفرنسي وزيارة لوزير الخارجية البريطاني ومحاولات للضغط على بنيامين نتنياهو، أنت قلت أن المفتاح أو مفتاح الأزمة هو في شخص نتنياهو، ألا تملك إسرائيل أي أوراق للضغط عليه؟ عفوا، أريد أن أضيف، شخص واحد في إسرائيل، ولكن هناك أيضا شخص واحد في إيران، وهما دكتور غسان لا يلتقيان ابدا. نعم دكتور غسان، حجم الجرائم الاسرائيليه في قطاع غزه وما يصفه بعض او ما تصفه بعض الدول اليوم على انه محاوله لحمايه نفسها او تبرر افعال اسرائيل بانها تحاول ان تحمي نفسها، بدا قبل ان تبدا الازمه الحاليه الايرانيه الاسرائيليه، وان كانت الازمه بينهم او ان كان التوتر بينهم دام لعقود كثيره، ولكن اليوم هل تملك فرنسا أي أوراق للضغط على هذا الرجل بالذات، خاصة وأنه يعني حتى مع مضيه في هذه المفاوضات يبدو أنه يريدها جزئية أو مؤقتة ليعود مجددا للحرب؟ في الوقت الحالي ليس هناك أي جهة يمكن أن تفرض أي شيء على نتنياهو، حتى الولايات المتحدة. الولايات المتحدة الآن في حالة ضعف
لأنها في حالة انتخابات، واللوبي اليهودي مسيطر سياسيا في الولايات المتحدة. لا ينبغي أن نضحك على أنفسنا ونقول عندما يريد بايدن أن يطلب شيء من إسرائيل فستجيبه مباشرة، لم يعد الأمر كذلك. الآن بايدن في آخر أوقاته في البيت الأبيض، ونتنياهو يديه مطلقتان، ليستا مقيدتان كما كان إلى حد ما في الماضي. نعم. اليوم دكتور غسان، أنت تقول إذن أن حتى أن فرنسا لا تملك ما لا تملكه الولايات المتحدة الأمريكية في الضغط على بنيامين نتنياهو، حتى أن بايدن لا يملك ذلك. أشكرك وأعتذر منك لضيق الوقت. ودكتور غسان معلوف المحلل السياسي كنت معنا مباشرة من باريس، شكرا جزيلا لك.